في مصر فصل جديد من قصة الفنان محمد فؤاد هنا على اليمين، ومستشفى عين شمس التخصصي الواقعة التي بدأت بمشاجرة في المستشفى بين الفنان وأحد الأطباء بسبب ما قال فؤاد، إنه عدم تجاوب الطبيب مع أسئلتي فيما يخص حالة شقيقه. الأمر تطور بينهما ليقوم الطبيب بتحرير محضر في قسم الشرطة يتهم فيه الفنان محمد فؤاد بسبه بقذفه أيضا في أثناء تأدية عمله في المستشفى. القصة عادت إلى الواجهة مجددا بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في المستشفى نفسه لسيدة تدعي أنها ابنة شقيقة فؤاد، أي إنه خالها. تستنكر هذه السيدة في مشادة كلامية مع العاملين ما حدث لفؤاد خالها في المستشفى، وتتعدى لفظيا على العاملين في مكتب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، مهددة بقدرتها على الإطاحة به من منصبه. نشوف. بصراحة بعد اللي حصل امبارح مع شخصية عامة زي كده ويتم استقباله بالشكل ده ومعاملته بالطريقة دي، أنا أرفض إني أقابله أساسا. ولو عايز أغيره دلوقتي هغيره، وهو فاهم كويس كلامي. اللي حصل ده مش هيتكرر لا مع محمد فؤاد ولا غير محمد فؤاد من الشخصيات العامة اللي هو عامة الشعب دول مالناش فيها. بتوع الجامعات ثواني كان مش عارف مكان مين؟ أنا عايز أعرف الجامعات اللي بيطلعوا من الجامعات يشوفوا لهم حالة لو حطوش إيه. أنا عايز أعرف مين الشخصية اللي بتكلم معاه. أنا اتكلمت مدير المستشفى حضرتك مين؟ محمد فؤاد لما يجي يتعامل بالطريقة دي حضرتك مين؟ حضرتك مين؟ أنا بنت أخوه بنت أخته خلاص؟ أنا جاية أنا شخصية عامة فعايزة مين الشخصية العامة؟ جاية أقابل المدير هنا بعد إذنك. طبعا مشاهدينا وقعت الشجار تحولت الى قضيه راي عام في مصر. الدكتور اسامه عبد الحي هو نقيب الاطباء اذان ما حدث مع اطباء جامعه عين شمس مؤكدا ان التعدي على الطواقم الطبيه غير مقبول وان نقابه الاطباء ستتخذ الاجراءات القانونيه كافه حيال هذه الواقعه. على مواقع التواصل تداول ناشطون فيديو السيده التي ادعت انها ابنه اخت محمد فؤاد، ناقشوا ما قالته لطاقم المستشفى. هنا محمد يقول يا جماعة البنت قالت الحقيقة. نعم هذه التغريدة. الناس دي الصفوة فعلا للمجتمع الحالي واللي بيقرروا بيحضروا مؤتمرات تحديد أيضا تحديد مستقبل البلد، وفعلا يقول ممكن تشيل مدير المستشفى، وفعلا الجامعات مش لاقيين أصلا شغل. ليه الزعل بعد الواقع؟ لعيبة الكورة والرقاصين مشخصاتية حسب وصفه هم الواجهة الحالية. الناشط الحقوقي محمد يوسف يقول نناشد المسؤولين سرعة القبض عليها لإهانة أهمة الشعب المصري والتقليل منهم. المحامي في مجلس الدولة صالح فرحات كتب لو هنتكلم بحيادية كمية إهمال في المستشفيات الحكومية لا توصف، العجرفة والتعامل من الدكاترة إلا من رحم ربي، وأي حد جرب حيفهم كلامي. يقول صالح. نبيل أبو الياسين يقول الشخصية العامة تكون محترمة وتحترم الآخرين، الشخصية العامة مفهومها أن يكون مميزا بأخلاقه وخلقه وأن يكون على حذر لأن الخطأ منه بألف خطأ من الرجل العادي، ويحترم موظف الدولة ويحترم ويقدر أيضا العامة، هكذا يقال عنه شخصية عامة بحسب تحليل وتفسير نبيل. طيب السؤال سؤال المليون، هل هذه السيدة بالفعل تربطها علاقة بمحمد فؤاد؟ فؤاد نفسه نفى أي علاقة بينهما، وعلى صفحته الرسمية بموقع فيسبوك نشر الفنان ما قال إنه بيان مهم يناشد الجهات المعنية بسرعة القبض على تلك الفتاة التي يتداول لها فيديو تنسب فيه صلتها وقرابتها بالفنان محمد فؤاد والتحقق من دوافعها لفعل ذلك.